قال الله تعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شيطان عدو للإنسان وده معروف، ومن بداية خلق الإنسان والشيطان أعلن العداوة. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. شيطان ده عدو لك، وما تفتكر ولا تظن إنه أنت بتصل مرحلة الشيطان ده ييأس منك ويخليك. بعض الناس الشيطان غشاو، مجرد ما تتكلم في الذنوب ولا في النار ولا في عذاب القبر يقول لك مفروض ناس فلان يسمعوا الكلام ده، يعني هو ما خاد في نفسه. وده من الغرور، وده من مصائد الشيطان. تاخد نفسك في عداوة مع المخلوق ده للموت. والليلة ناس الشركات، ناس الشركات، ناس الدنيا ساي. كان في نفرين جون قدموا أوراق، واحد خبرة 2 سنين واحد خبرة 20 سنة. بتاع الشركة بقدم أبو 20 سنة لأنه ده قديم. الشيطان ده في الإضلال ما خبرة 2 سنين ولا 20، ده من زمن آدم عليه السلام لليلة دي خبرة قدر كيف. عشان كده ليه ناس الكورة بجيهم بمدخل معين من الكورة يمرقهم فيه الفكيه يحوط لهم يوقعهم في الشرك ببلاستيكة فيها هواء. ناس السياسة بجيهم بجاي أوك. ناس الدين بجيهم بمداخل كثيرة في الدين ذاته، بيجعل الناس بيميعوا الدين، بيجعلوه باهت، وبيجعل الناس يشددوا في الدين لما يمرقوا في الجنب الثاني. ولذلك قال أهل العلم: للشيطان نزغتان، نزغة إلى التفريط ونزغة إلى الإفراط، وذكروا الأدلة على ذلك. فإنت ما تغتر يوم من الأيام إنه إنت ارتحت من المخلوق ده، ما بترتاح إلا الروح بعد تمرق، بعد ده القبر ما بيقدر يخش معك. عنده 7 عقبات ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. قال العقبات دي شيطان بيجيك في الأولى، إذا نجاك الله منها جاءك في الثانية، رماك فيها خلاص ما رماك بيجيك في الثالثة لما نوصلك السابع. والعقبات دي قصد منها في النهاية إنما يدعو حزبه ليكون شنو من أصحاب السعير. ما داري خش النار براوت، داري تخش معاه والنار، وفي النار ذاته بوجعك، هناك بوجعك وذاته، زي ما في سورة إبراهيم الآية 21-22: وقال الشيطان لما قضي الأمر قال السعدي: قضي الأمر، أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فلا سي ناس خشوا محلهم، الشيطان بيقيف لأهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. يا ناس الله وعدكم زمان، قال لكم في جنة وفي نار وفي أعمل الخير بتلقوه وكذا وكذا، ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم ما في شيء، فإن أنا أخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني ما بزول أنا شلته بالقوة وديته للمعصية، لكن بس دعيتكم وسوست لكم وانتوا تابعتوني. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الله قال لهم انتوا ضللتوني ذاته، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، والله إن الظالمين لهم عذاب أليم. ده الشيطان ذاته.
فعنده سبع عقبات يا جماعة، الزول يركز فيها كويس، كان الله نجاك منها فلا تقدر عليه وتستعين بالله. العقبة الأولى قالوا الشرك والكفر، شيطان ده بلف ويدور دارك تكفر بالله وتشرك، زي ما في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وانت قال الشرك والكفر شنو؟ عادي بيقع في أقرب محل بيقع، زول عتر بعدين يقول يا الله نجيني، قال يا فلان نجيني، ده خلاص أشرك بالله، لأنه الدعاء عبادة، تدي لي الله ولغير الله أشركت في العبادة. عرفت المزالة؟ زور راحت منه حاجة بدل يفتح بلاغ ويسأل الله يرجعها، يقوم يمشي لزول يقول له انت بتشوف البعيد بتحوط الرائحة وكذا حوط لي، وانت عندك حاجات ده وذات الكفر تقاش، ودي ما بتوتنا نحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال كفر وأكد لك، فقد كفر، قد من أدوات التحقيق زي ما معروف في اللغة، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. زول يعلق له تميمة بدل يعتقد بيحفظ والله يعتقد في دي، يقول لك ده حق العقرب ده حق السكين ودي من ايه ودي بتاعت ما بعرف رزق ودي بتاعت العين وده كموم للشفع، ده كله النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك. شيطان بيجيك في الحاجات دي، كان الله نفعك ومرقك منها، بقيت زول موحد في الدنيا دي في السماوات الشداد والأرض ما مقتنع بشيء وما معتمد على شيء، وإنما اعتمادك وتوكلك وعقيدتك في الله صحيحة، خلاص مرقت من الباب ده بيجيك في الباب الثاني طوال، مرقت من العقبة الأولى بيجيك في العقبة الثانية. العقبة الثانية اسمها البدع، البدع، والبدعة قال سفيان الثوري رحمه الله كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب المعصية يعلم أنه يعصي الله فيتوب منها، وصاحب البدعة يظن أنه يعبد الله فلا يتوب منها. أشكي أنا بديك مثال واحد بس ونمشي للعقبة الثالثة إن شاء الله. في سنن الدارمي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذكى من صغار الصحابة، ولما الرسول عليه الصلاة والسلام توفى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشى للكوفة، وعبد الله بن مسعود من أعلم الناس بالقرآن، أبو موسى الأشعري مشى هناك عشان يتعلم من ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. في بعض التابعين جو يتعلموا من ابن مسعود برضو، فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج علينا أبو عبد الرحمن من داره ونحن بالقرب من بابه، فقلت له يا أبا عبد الرحمن، اللي هو عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن إني رأيت شيئا في مسجد الكوفة أنكرته وما رأيت إلا خيرا. لو فهمت الأثر ده بتفهم خطورة البدعة شنو. البدعة دي تعبد الله بشيء لا في القرآن لا في السنة، بس شيء تفتش القرآن كله ما فيه دليل، السنة كلها ما في دليل عليه، بس حاجة يعبوها الناس يعبدوا بها الله انت تقوم تعبد بها الله. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لابن مسعود رضي الله عنه أيضا، قال له رأيت شيئا في مسجد الكوفة أنكرته وما رأيت إلا خيرا، أنا بعيني شايف خير وقلبي ده أنكره أباه، الشدة قلبي أباه لكن بعيني شايف خير. قال ابن مسعود رضي الله عنه وماذا رأيت؟
قال رأيت قوما حلقا حلقا في المسجد. ناس قاعدين حلقات في المسجد، هل بيقروا قرآن ويدارسوا القرآن والتجويد والتفسير؟ لا، وإنما قال رأيت أقواما حلقا حلقا يجلسون في المسجد معهم حصى، شايلين حصحص. أي واحد خاتي لكم؟ يقول أحدهم سبحوا الله 100، فيقولون سبحان الله، يجروا حصحاصا سبحان الله لما يتموا 100، فيقول كبروا الله 100 فيقولون الله أكبر 100، فيقول هللوا الله 100 فيقولون لا إله إلا الله 100، احمدوا الله 100 يقول الحمد لله 100. قال وما بال الحصى. ابن مسعود زول فقيه قال له التسبيح ده عرفناه، الحصحاص ده شنو؟ قال يزعمون أنهم يعدون به حسناتهم، ده بس للعدد حسنات، شو البدع دي من بدري. قال قل لهم يعدوا سيئاتهم فإني ضامن لهم أن الله لا يظلمهم في حسناتهم. الله ما بيظلمهم، إنما الأعمال بالنيات، سووا السنة بعد ذاك الله ما بيظلمك، لو سويت لو ما سويت الله ما بيظلم، لكن تسوي السنة عشان تنال الأجر. ثم جاء ابن مسعود ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما ومعهما التابعون، فوقف ابن مسعود في حلقة من تلك الحلق وقال ويحكم ما أسرع هلكتكم، وفي لفظ يا أمة محمد ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه آنيته لم تكسر. الصحن اللي بيأكل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لسه ما تكسر، معناه مات قريب. هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون بينكم. انتوا بتجيبوا في البدع ويا دوب الرسول مات والصحابة لسه حيين صلى الله عليه وسلم. قالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير، احنا قصدنا خير لأن نعبد الله. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، والله إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله، يا إنتوا أفهم منه وجبتوا حاجة أحسن منه عشان إنتوا سويتوا حاجة وما عملها، إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ثم ذهب وتركهم. قال الراوي فرأيت أكثر هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. البدعة بتبدأ صغيرة، لما بقوا خوارج ماشوا يطاعنوا الصحابة ويكاثرون الزول. يا جماعة البدعة دي خطيرة، إذا نجيت من البدع لازمت السنة. أي عبادة لا تشتغل بها جماعة ولا حزب ولا طائفة ولا تبقى مع أي زول، خليك مسلم بس كده، مسلم مستقيم وتابع السنة. تابعت السنة وتركت البدع شيطان بيجيك في العقبة الثالثة، ودي ما دار شرح كثير، واللي هي الكبائر. الكبائر والفرق بين الكبائر والصغائر، الثالثة الكبائر والرابعة الصغائر. الكبائر والصغائر ذكرتا أو ذكرا في آية واحدة، قال تعالى في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. الفرق بين الكبيرة والصغيرة، قالوا الكبيرة هي ما جاء فيها الوعيد في الدنيا أو في الآخرة أو الحد في الدنيا، أي معصية فيها حد، فيها جلد، فيها قطع، فيها كتل، فيها رجم، دي من الكبائر. وأي معصية فيها وعيد، فيها لعن، فيها سخط، فيها غضب، فيها عذاب قبر، فيها عذاب النار، دي من الكبائر. الزول إذا اجتنب الكبائر وحتى لو وقع فيها تاب وندم ورجع لله، الشيطان بيجيه في الصغائر الذنوب الأقل، مرق من الصغائر بيجيه نمرة 5 قالوا في المباحات، يخليك انت ما خلاص تركت الشرك والبدع والكبائر والصغائر، بدل بعد تتجه للعبادة بيجيك في المباحات، والمباحات
فيها تفصيل يعني مخليك تغرق في المباحات. الزول حلال يسكن عمارة، وحلال يركب أحسن عربية، وحلال يتزوج أجمل امرأة، ويأكل أحسن أكل، امرقة من بحرين يمشي لمطعم كذا ويأكل ويشرب ونظيف وظريف وريح وعنده منصب وعنده كذا وعنده أموال وشركة، كله حلال ما حرام، لكن ما تغرق فيه، ما يكون شغلك الشاغل، ما يكون همك. عشان كده قارون آل العلم قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بدل يشكر الله قال إنما أوتيته على علم، وقال لهم مفلسين عشان ما بتفهموا، قال لكن أنا بقيت غنيان لأنه أنا زول مفتح، في بطاطس بخش فيها، في عربات بشتريها، في عمارات الشغلة مرات بتغلى، في كذا مرات أمشي سوق كذا ومرات سوق كذا، لكن أنتوا قاعدين لي كذا شفتوا تشتغلوا في الحديد في الميكانيكا وفي كذا عشان كذا مفلسين. وأما أنا قال نزول فاهم، قال إنما أوتيته على علم. الله انتقم منه وأهلكه، قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء إلى آخر الآيات من سورة القصص. فالزول يا جماعة الدنيا ما تكون هم وشغل الشاغل، انت الحاجات المباحة دي هل انت محتاج لها؟ سويها سويها. قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ما إلا تلبس مرقع عشان تبقى زول دين، ولا إلا تلبس شوالات، ولا إلا تشيل لك بريك ولا تلف ذكراع واحدة، كل ما من الدين في شيء. قال لك زول نظيف وظريف مع الناس وعادي ويش وزور الناس ويتونس معاهم ويضحك معاهم وأقرا جامعة وأبقى دكتور وأبقى مهندس وأبقى أيش في حدود الشريعة، لكن ما يكون ما تكون الدنيا هي شغلك الشاغل. خمسة ستة ستة مما يشغل به الشيطان العبد، وهذه من العقبات. قال ابن القيم أن يشغله بالمفضولات أو بالفضول، يعني في عمل صالح بألف حسنة وعمل صالح بمية حسنة، الشيطان يقوم يخليك تنشغل بأبو مية من أبو جنو من أبو ألف، يخليك كده يشغلك بعبادة عن عبادة، هم هذا دائرة الأولى لكن دائرة يشغلك بها. زي زول تلقاه راكب في عربية في حافلة شغلوا غنى، أنا هنا أقول تقوم تكسر المسجل ولا الامبسري ولا تنبز الزول ولا تشاكل الناس ولا تطلع مسدس تضربهم ولا كذا، لا انت بس ناصح الزول، ناصح بالتي احسن يا فلان او يا كذا يا كذا السواق الى اخره، ادي كلام طيب قول له يا اخ شغل لنا قران من غير ما تحرج كلام طيب وكذا وكذا، خاصه لو انت قاعد جنبه، بدل تنصحه الشيطان يشغلك بعمل صالح من النصح، مع انه هنا الواجب عليك تنصح، تقوم تطلع موبايلك فيه مصحف تقرا قران والغنى شغال، ده شغال ما مشكله، والمشكله وانت شغال تقرا دي مشكله ذاته شغلتك والى اخره. فيشغلك عن طاعه بطاعه اقل منها او عن واجب بواجب اوجب منه، او يشغلك بالفضول باشياء انت ما عندك بها علاقه، تجي ماشي بالطريق تشوف عماره تقعد تنظر فيها دي ما حقتك ذاك، يقول الله البوية دي بنفسجية بحمراء ما كان يديها بيجيها لأنه في كذا وفي كذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه شنو ما لا يعني. العقبة السابعة يا جماعة والأخيرة، قال ابن القيم ولا ينجو منها أحد، لأنه دي ما بتضرك إذا أنت جاهدت نفسك وجاهدت أعداء الله ولجأت إلى الله تعالى.
وهي أنه يحرض عليك من يشغلك عن الطاعة. لما الشيطان يجيك في ست حاجات ما يلقى فيك فرصة وتلجأ إلى الله وتعتصم بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. طوالي بحرش لك ناس وما مباشر كذا ما قدر يجيك، انت بتتحصن تلجأ إلى الله وكذا وكذا، يقوم يحرش لك ناس. الناس اللي بحرشهم لك ديل على قسمين، قسم عدو وقسم صاحب. عدو تجي المسجد تتكلم في الدين يقوم واحد يقف ولك كلام ما داري. يا مسلم انا دار اذكر المسلمين ديل، قلت لا لا الا باذن. تقول له في سورة النور الله قال في بيوت اذن الله، الاذن ده بدري. لك لا 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 انت بتقوم تجيب لنا مشاكل. تقول له بس دار ادونا ايات وحديث، لا دار يجيب فلان ولا فلان تراعي عن المصلحة والمفسد. يقول لك لا لا ويقف لك في حل. واحد في مسجد مجد تكلمته قام قال لي سؤال وما داير إجابة ولا سؤال مفيد ذات. قلت له تفضل. قال لي ما هي الثلاثة؟ قلت له الثلاثة في هذا الموضوع، الثلاثة دي ما كثيرة، الثلاثة في أركان الصلاة 14، ولا الثلاثة في الوضوء، ولا الثلاثة في شنو، ولا الدين ذاته الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، الثلاثة في هذا الموضوع. قال لي بس أنت عارف الثلاثة ولا ما عارف؟ بس الثلاثة. قلت له يا عمنا الثلاثة كثير، الركشة ثلاثة الأجزاد والمروحة ثلاثة رفارف، أنت ذاته ما هي الأربعة؟ بس وريني الأربعة ذاته. وأنا ذاتي ما عارف الأربعة لكن زي ثلاثة دي. ولذلك كثير بيجوك كذي يعني، يا سؤال بتاع تجهيل ولا عديل وقفك. وأنا والله أتعجب زول يا جماعة بتلقى كبير في السن وتلقى قاعد في كرسي وتلقاه ويجي قبل المؤذن، والله الذي لا إله غيره، أربعة ولا ثلاثة صباحا يجي تلقى المؤذن يلقاه جنب الباب بعكازه وبطارته. افتحوا له المسجد المؤذن يقول الله أكبر والحد ما يقول أشهد أن لا إله الله، أنت تجي تشرح عليهم لا إله الله تشرحها. القال المؤذن عمك ده أول واحد يشاكلك ولك لا والمسائل الخلافية دي وكذا، زي في حي من أحياء أم درمان هنا أي راغي كذي مشت له في عمك كبير جدا فرني لما وصلني المحراب. بعدين في شباب هاجوا لا لو كذا وكذا، في واحد من التكفيريين أنا بعرفه ذاك تكفيري عديل زي ناس داعش ديل، ذاك مسكوا منه عمك ده مسكوا منه. بعد شوية الشكل انتهت، قلت لها حاج إذا المسجد بالراحة كده أنا ما بتكلم فيه، أمش بتكلم وين، في النادي ولا في الكنيسة؟ سكت. مشيت جيت المرة اللي بعدها لقيتهم ساوين ورقة كبيرة يافطة فيها سبعة بنود. بعدين قعدت مع واحد فيهم قال لي نحن بنخليك تتكلم لكن بشرط. تفضل. قال لي المسائل الخلافية ما تجيبها. قلت له خير إن شاء الله، أي مسألة الكلام أي مسألة فيها خلاف ما بجيبها لكم. زول دخل المسجد بعد تم الصلاة لقى نجاسة في ثوبه، دي فيها خلاف صلاته صحيحة ولا ما صحيحة، ما كان عارفة دي فيها خلاف صحيح إنها صحيحة كذا، ذاته في الصلاة زول يقبض ولا يزدل دي فيها خلاف، أي مسألة خلافية قلت له أنا ما بجيبها لكم، بجيب لكم حاجة ما فيها خلاف تب بين المسلمين. قال لي شنو؟ قلت له بس التوحيد شفت لا اله الا الله. قال لي ما هذه الخلافية ذات؟ إذا أتى دي ما كاتبين الورق عشان ذات. يا هذا أتى موضوع بتاع. والله إذا اتضايق، ولذلك كثير من الناس فده نوع يا جماعة. والنوع الثاني اللي بيحرضوا عليك الشيطان ده زول صديق وما بجيك على إنه عدو. صاحبك جنبك ده الشيطان بيخليه يشغلك عن الطاعة. ابن القيم قال كذي، قال وهل آفة الناس إلا الناس؟ الزول اللي بيجيك تمسك مصحف بدل يقول لك السلام عليكم وزيح بعيد لما انت تتم قرايتك يجي يتونس معاك يقوم يجيك انت ماسك المصحف لك الليلة شفت اللي حصل شنو؟ تقفل المصحف كنت خاشع بتقرا بمزاج سورة القيامة ولا كي تقفل ها في شنو؟
والله بتاع الدكان من الصباح قبضوه شكله وين ها في شنو الزول جات وكذا وحصل كذا وكذا وكذا. تخلي المصحف في جنبه وتبقى في الدكان، لا بتحيل مشكلة الدكان ولا بتحيل مشكلتك، وجاب لك ده. ولذلك يا جماعة كثير من الناس، عشان كده الله سبحانه وتعالى قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ شنو فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإنت صاحب زول يذكرك بالخير. أي موسى عليه السلام، وأنا أختم بكذي، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. مع أنه موسى عليه السلام زول ما سهل، زول مش نبي سهل، من أولي العزم من الرسل، زول قوي. بعد ده قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصرف عنا كيد هذا الشيطان، وأن ينجينا وأن يرضى عنا حتى الممات. إن ربي على كل شيء قدير وإنه بالإجابة جدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.